حل الواجب يومي على السبورة. شكرا جدا، انا بعشق ان انا احل الواجب على السبورة. يلا يا ريتشي تعالى حل الواجب بقى، وريني عملته كله ازاي. اوكي، ولو عايز اي حد يساعدك تعالى يجي يساعدك معاك على السبورة. ايه ده بجد؟ الله، يا حد ممكن يجي يساعدني؟ املي املي ممكن تيجي تساعديني وانا بحل الواجب على السبورة؟ اه طبعا يا ريتشي. اوكي انا معيني محلتوش كله، بس مفيش مشكلة، ممكن اجي اطلع احله معاك. طيب بليز بليز خدي الطباشير اهي، واكتبي بقى حل الواجب على السبورة. انا واثق ان انتي اكيد حليتي كويس جدا في الواجب بجد. ميرسي جدا يا ريتشي، مش عارفة انت بتعاملني بطريقة نايس بزيادة. يا نهاري، ده ريتشي شكله معجب جدا بأملي. يلا يلا تعالي بقى يا ريتشي على السبورة ونحل الواجب انا وانتي مع بعض. اوكي. ايه ده، ريتشي شكله معجب جدا بأملي. ايوه، وانا كمان معجب بيا، مش عارف اقولها ازاي. بص انا كتبت جواب وعايز ان انا اقولها ان انا معجب بيها، فهدي لها انا وهنا بقى توصلها لها. ايه ده يا ناري، ده انت بقيت متهور جدا. ايوه انا مش عارفه اقولها ان انا معجب بيها ازاي خالص الصراحه، عملت كل حاجه بس مفيش اي حاجه نافعه. يا حرام يا اميليش، مش معجبه خالص بريتشي ده، مش عارفه هتعمل ايه معايا. انا ممكن توصلي الصوره دي، الجواب ده مكسوف قوي اقول لها لبيا. طيب خلاص ماشي، ما تقلقش يا جان، الموضوع مش قصه كبيره قوي كده يعني، اقعد مكانك. يلا يا اولاد ركزوا بقى، مين حمل الواجب ده؟ اي ميس انا عملت كده، قولي لي صح ولا غلط. برافو عليكي يا املي، كل الاجابات بتاعتك صحيحه. ايه ده بجد؟ طب الحمد لله يا رب، انا كنت انا كده ان الاجابات تطلع غلط. ميرسي جدا يا املي، انتي انقذتيني. بيا بيا الجواب ده جالك، اقراهولك. لا 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 هاتي هنا اقراه، انا اشوف بقى مين اللي كتبهولي. يا ربي هتكون رأيها ايه، هتكون رأيها ايه؟ ايه ده، وريني كده مين اللي كتب لك الجواب ده يا بيا، ممكن نقراها بصوت عالي. اه هاتي اقراها انا، هاتي اقراها انا بحب جدا ان انا اقرا بصوت عالي. طيب راحتكم. يا نهار اسود، ده هيقرا جواب بصوت عالي. اما اروح انا الحمام بسرعه عشان محدش يقفل جون، هيبقى منظره محرج قوي. اوه يا عيني يا جون، ده انت هيبقى منظرك وحش جدا جدا جدا. ايه ده، ديف اهو. طب كويس، انا هنتقم بقى من هنا وهعمل حاجه مجنونه جدا مع ديف، انا هوري هنا دي. ديف ديف ازيك، فاكرني انا كارينا؟ ايه ده، عامله ايه كارينا، انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ ابدا انا رحت مدرسه جديده، انا جايه بس سلم عليك. انا هستناك بس تخش الحمام وكده نطلع نتكلم انا وانت مع بعض. اوكي طيب ماشي اوكي، بس صدفة غريبة جدا دي، هنا لما تعرف هتزعل قوي. اه طبعا انا عارفه ان هي بتكرهني. دي برضو عملتي فيها حاجات وحشة جدا، هي عمرها ما هتسامحك عليها. ليه يعني؟ مكتوب انا بحب بيا. ايه ده ريتشي، انت بتحبني؟ ايه الاحراج ده؟ لا طبعا انا ما قصدتش، انا عادي يعني، ما يعني دي صاحبتي، لكن مكتوب هنا جون، انا ماليش دعوه، انا مش معجب بيكي ولا حاجه. يا نهاري انا اتحركت جدا قدام الناس كلها. ايه ده يا اولاد، ده انتوا سايبين الحصه وعمالين بتكتبوا لبعض جوابات حب؟ اعمل ايه يا ميس، ده احرجني جدا، انا مكسوفه جدا، انا ماليش دعوه بحاجه والله. ايه اللي حصل بقى يا ربي، يا ترى بقى بي عملت ايه لما عرفت؟ ديف ديف الصراحة أنا عايزة أصارحك بحاجة، أنا بقالي كتير جدا. ايه ده، ايه اللي جاب كارينا هنا تاني؟ أنا بقالي كتير جدا حاسة إن أنا معجبة بيك وعايزة أقولك كده، أنا آسفة جدا بس أنا بحبك أوي أوي أوي. ايه ده، لأ ديف أنت بتبوس كارينا؟ لأ أنا مش قادرة أصدق نفسي. ايه الهرج والمرج ده يا أولاد، كل واحد يقعد على الديسك بتاعه، في ايه؟ كل واحد عمال يتخانق مع التاني، اقعدوا بقى بسرعة. ومش كل حد يجي يحب حد ويبص لحد في الفصل، عيب كده، فضلوا اقعدوا مكانكم، مش عايز اي حد يتكلم، سامعين؟ لا مش قادره اصدق نفسي، كارينا بتبوس ديف، انا زعلانه منك جدا يا ديف. هاي انت قمت من هنا عشان تحرم ان هي تيجي ترخم عليا تاني، انا هوريهم كلهم. ووهو ووهو.
اما امشي بقى انا كده خلاص عملت المهمه بتاعتي. ديف انت مش مصدقك، انت رحت بصها؟ لا بجد انت بقيت اوفر، مش قادره اصدق نفسي. ديف حبيبي روح يبص كارينا، والله لو ما عملتش حاجه هي اللي كانت بستني. انت عارفه انا بكرهها قد ايه عشان خاطر اللي عملته فيكي. انا بجد اسف جدا بس انا ما عملتش اي حاجه والله. لا طبعا انا مش مسامحاك. هاي بيتخانقوا. الحمد لله خليتها بقى تركز معايا كويس جدا. جون انا بجد معجبه بيك جدا، بس انا مكسوفه جدا من اللي انت قلته. وانا كمان معجبه بيك قوي يا ريتشي، بس برضو لسه اديني وقت افكر. يا اولاد مش ممكن كده، دي ما بقتش حصه، انا بقيت حاسه ان هو وافق مع اسامه ومنير. كل واحد يقعد على الفصل بتاعه بقى، على الديسك بتاعه، بدل ما اضربكم كلكم اقعدوا في مكانكم. عايز اشرح.